وللحديث عن أزمة ممر زنجزور والرفض الإيراني لإنشاء أذربيجان ممرا يربط بين جمهورية نخشيفان الأذربيجانية ذاتية الحكم ومناطق أذربيجان الغربية، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. مرحبا بكم. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان يعلن معارضتهم لإنشاء أذربيجان ممر يربط بين جمهورية نخشيفان الأذربيجانية ذاتية الحكم ومناطق أذربيجان الغربية، مما تخشى إيران ولماذا كل هذا القلق؟ معروف أن بالنسبة لإيران يعني هي على خلاف سياسي كبير بينها وبين أذربيجان، رغم أن يعني لا يوجد قطيعة في العلاقات السياسية ويوجد توصل، لكن يعني الخلاف كبير في مسألة يعني ما يسمى بأذربيجان السفلى التي هي يعني الجزء الشمالي بالنسبة لإيران، وتعتبر هذه الأمور بالنسبة لطهران أن أذربيجان بهذا الأمر تتوسع وتكبر على حساب الجغرافيا السياسية التي سموها، وهذا على حساب النفوذ الإيراني، إضافة إلى أن التجمع التركي بين قوسين بين أذربيجان وتركيا ورب يصل إلى دول القوقاز هناك، هذا كله تقليد كبير للنفوذ الإيراني باتجاه القوقاز. ولاحظنا أن يعني أذربيجان فرضت مثلا رسوما مالية كبيرة على الشاحنات الإيرانية أو أي شيء يمر عبر الأراضي التي حررت في الفترة الأخيرة، لكن كانت إيران ترفض هذا الأمر باعتباره أنه غير مقبول بالنسبة للأمور التجارية، لأنها كانت تمر عبر الأراضي الأرمنية إذا صح التعبير التي كانت تحتلها، لذلك لم يكن هناك تلك الرسوم. هناك خلافات حقيقة كبيرة في هذا السياق بين الطرفين، ولكن أنا لا أظن أن يعني إيران قادرة على أن تلغي أو تغير في المعادلة السياسية القائمة الآن أو حتى العسكرية. الأوضاع مختلفة، يعني الأوضاع الآن أكثر بكثير لصالح أذربيجان مما كانت عليه سابقا. طيب، هنا أليس من حق أذربيجان إنشاء هذا الممر في ظل تأكيد الرئيس التركي أنه لا مبرر ولا أساس لأي مخاوف من بعض الجهات بشأن ممر زنجزور؟ طبعا هذا حقيقي، ولذلك هي أذربيجان ماضية في هذا العمل، وتركيا أيضا ماضية فيه، حتى لو اعترضت إيران على يعني هذا الأمر في النهاية يعني لا يتوقف، خصوصا أن أذربيجان الآن كمورد للطاقة بدأت أمورها أيضا تصبح يعني دولة ذات يعني أهمية أو أكثر أهمية بسبب الطلب الأوروبي في زيادة الإنتاج الطاقة الأذرية باتجاه أوروبا. أيضا أذربيجان لديها علاقات قوية مع إسرائيل، ويعني حتى لديها تسلح أيضا بعض السلاح من إسرائيل، ولذلك تعلم تماما إيران أن يعني إسرائيل سيكون لها دور، لكن هذا ليس جديدا، يعني بمعنى أن هذا الممر سيزيد أو سينشئ قواعد إسرائيلية وما شابه ذلك، هو حقيقة فيه مبالغة، لأن يعني هي في كل الأحوال إسرائيل لديها تعاون كبير مع أذربيجان قبلا وبعدا. طيب، هنا أيضا يعني في هذا الوقت ونعود إلى إيران، ألا تعتقد أن المعارضة الإيرانية للمشروع تنطلق من مخاوف أخرى حول تأثير الممر على تصديرها للسلاح والمسيرات إلى حليفتها وهي روسيا؟ هو يعني ممكن في هذا السياق، لكن هي لديهم القدرة تصدير السلاح إلى روسيا بطريقة بطرق أخرى ممكن أظن، لكن سيصعب المهمة أكثر، وحتى لو إن حاولت عبر طريق الجو ستكون مكلفة أكثر في هذا السياق، لكن يعني هذا ممكن من أحد الأسباب الكاملة، لكن أنا أظن أن السبب الرئيسي هو تماما يعني كأن أذربيجان تقطع التواصل الإيراني في القوقاز، بل تقطع النفوذ أيضا الإيراني باتجاه القوقاز. طيب، بتتوازي مع ذلك، ألا يخشى أن يكون هذا الرفض الإيراني مبررا لمزيد من ممارسة القمع على التظاهرات ومحاولة تصدير أزمات إيران ومظاهراتها حاليا إلى الخارج، في ظل حديث وكالة أسوشيتد بريس
ووصفها للنشاط العسكري الإيراني العابر للحدود، ومنها المناورات قرب أذربيجان بأنها رسائل إلى العالم. ممكن في هذا السياق، يعني لأن كل فترة نلاحظ أن في إيران يصبح هناك يعني مظاهرات ويعني احتجاجات سياسية شعبية في إيران. يعني ممكن أن يكون بعض الحلول منها هو لنقل يعني نقل الصراع إلى الخارج، لكن إيران هو في حقيقة الأمر لديها أيضا حقيقة صراع مع الخارج، لديها يعني هذا ليس أمرا يعني ليس حقيقيا. نعم. لديها صراع مع أذربيجان، لديها صراع مع المملكة العربية السعودية، لديها صراع مع مخفي نوعا ما بينه وبين تركيا في كثير. نعم. من الملفات. لذلك يعني لديها الصراع المعروف يعني ضد الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تحت العقوبات، وما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ بعض الأجندات التي لا تريح إيرانية. في موجودة هذا الصراع حقيقة، لكن تمويه هذا الامر بالنسبه يعني للداخل الايراني ممكن يعني هذا. نعم. يفيد في هذا الامر ويستخدم بهذا الاطار. ايضا في 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 جانب اخر، ماذا عن موقف ارمينيا بالذات من هذا الممر في ظل المفاوضات الجاريه بينها وبين اذربيجان، وماذا عن الدور التركي في التاثير عليها لانجاح علاقات التطبيع وانهاء الحرب القائمه بين الدولتين؟ يعني أظن أن أرمينيا الآن هي يعني ليست قادرة على أن ترفض بشكل أو تقبل، لأن هناك ثلاث دول أظن أن لديهم القدرة الحقيقية في التأثير على القرار الأرميني بشكل كبير: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا وتركيا. لذلك ما لم نرى روسيا تعارض هذا الأمر، بل ربما هي تقف على أقرب للرؤية التركية في هذا الأمر. أظن من الصعب على أرمينيا أن تعارض إلا إذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير مع حلفائها الفرنسيين أو غيره، ولكن أظن الآن بعد الحرب الروسية الأوكرانية لم تعد الأمور سهلة عليهم في الدعم الأرميني لتغيير الوضع. الأمر يعني أصبح من الصعوبة نوعا ما، لذلك المصلحة العامة أظن أكثر لأرمينيا في هذا السياق التوجه مع في هذا الممر مع التعاون مع أرمينيا. لذلك لاحظنا في الفترات الأخيرة كانت هناك محاولات كثيرة لإعادة التطبيع بين العلاقات التركية والأرمنية، وهذا طبعا سيصب في صالح هذا المشروع. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان، شكرا جزيلا لك.